رضا الشويلي اللي انتشر صوري مع الفنانة آشتي حديد. آشتي أخت وصديقة وعزيز علي، كانت عن خطوبتها فجأة تفركش الأمر مالتها. هي ما حبت أنه يكون الموضوع يعني يكون مردود سلبي عليها، فطلبت من عندي أنه أكون أني أمثل هذا الدور، أنه أكون أني الخطيب أو أنه أكون أني اللي أقوم بالمشهد. وإحنا بحكم صداقتنا وحكم ميانتنا وافقت أنه أساعدها بشروط أنه ما تطلع صورتي على مود لا يكون هذا الموضوع يأثر تأثير سلبي عليها. فأنه وافقت، قالت تمام أنه ما راح تطلع صورتك، وهاي مجرد لطلب المساعدة. بعد ما انتهت الموضوع والمراسيم، قمت بالمراسيم وأديت الأمر على ما هو عليه، أديت الأمر مثل ما هو كان. بعد ما انتهت المراسيم تفاجأت أنه صوري بجميع التواصل الاجتماعي. أول شيء أنا رجل ابن عائلة معروفة، فحقيقة الموضوع كان مردود سلبي كلش كبير علي من الناحية العشائرية، كان موضوع كلش حساس بالنسبة لي.